السلام عليكم. اليوم جيتكم بالجديد. هذه اول مره كنشري من الاشهارات ديال انستغرام. شريت هاد لو برودوي اللي توصلت به اليوم 5 مينوت شيف، كيطيب غير في 5 دقائق دي روسيت حلوين ومالحين. غادي نحل معكم لا بواط باش نشوفوا شنو فيها. هلا هذه لا نوتيس كتبين لنا كيفاش غادي نخدموا بلاباري، عاطين معها كتاب ديال لي روسيت. في بزاف ديال لي روسيت مالحين وحلوين بحال دي زومليت، دي بيتزا و لي كيك. عاطين معها اون سباتول صغيره زوينه، elle est en silicone. Et voilà l'appareil. C'est au rasoir, non? On حلوها. Voilà. سهله في الحلان. Elle est ovale ou فيها deux creux. Il faut qu'on teste. D'abord, on جرب معكم deux recettes. واحده مالحه وواحده حلوه. Facile et rapide. نبرونشيو لاباري كيشعلو جوج ديال الضواو، واحد خضر واحد حمر. خصنا نتسناو حتى كيطفى الحمر عاد باش كنعمرو لاباري. دابخي لا روسيت لي مكتوبه في الكتاب، بالنسبه للبيض كل جهه كتاخد دقيقه د الوقت. Voilà, après une minute, غادي نقلب لاباري. الكيكة طابت في 7 دقائق ماشي 5 دقائق. الخلاصة لاباري عجبتني بزاف، ما كتلصقش، سهلة في النيتواياج، وإلا كان الإنسان مسافر أو لا مخيم ما كتشدش البلاصة وتقدر تخدم بها في بلاصة الفران. نتمنى تكون عجباتكم لا فيديو. خليوا لي دي كومونتير باش تعطيوني رأيكم على لاباري، وما تنسونيش بجيم وفعلوا الجرس. على بروشين إن شاء الله.